التقرير جاهز، نستمع إليه ثم نعود. بثت ولاية ليبيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا يظهر ذبح عمال مصريين تم اختطافهم في ديسمبر الماضي، ويظهر التسجيل اقتياد العمال إلى شاطئ بحري قال التسجيل أنه ساحل مدينة طرابلس الليبية. وحمل التسجيل الذي بثته مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وتداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عنوان رسالة موقعة بالدماء لأمة الصليب. وزارة الخارجية في الحكومة المصرية أعلنت منذ أيام على لسان المتحدث باسمها حصول الخارجية على معلومات تؤكد صحة إعدام الأقباط المحتجزين لدى التنظيم. في نفس الأثناء نفى مصدر مسؤول لجريدة الوطن المصرية إعدام العمال المصريين مؤكدا أن العمال ما زالوا على قيد الحياة. قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مجلس الدفاع الوطني عقب بث التسجيل لاتخاذ ما أسماه التلفزيون المصري قرارات صارمة تجاه التنظيم، فيما لم تحتوي كلمة قائد الانقلاب على أي من ذلك، واكتفى بتوجيه الخارجية المصرية بتسهيل عودة المصريين من ليبيا ومنعهم من السفر إليها حفاظا على أرواحهم، وتكليف وزير الخارجية بالسفر إلى نيويورك لإجراء الاتصالات اللازمة مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وجهت الحكومة كذلك بالاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر إلى ليبيا. المتحدث باسم القوات المسلحة أعلن إقلاع طائرات مصرية لقصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية بليبيا، فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توضح حجم الدمار الذي ألحقته طائرات الجيش المصري بمدينة درنا الليبية، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بينهم 3 أطفال. وأعلن المكتب الإعلامي لقوات فجر ليبيا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن قيام طائرات الجيش المصري بقصف منازل للمدنيين، ما أسفر عن مقتل 3 عائلات بينهم 3 أطفال.